شرع الهلال الأحمر الليبي في رعل أبرك في توزيع عدد 200 حصة من مواد الإغاثة على النازحي مدينة درنة القاطنين في منطقة الأبرك. وقال رئيس الهلال الأحمر الليبي فرع الأبرك عمران بوحوش إن عملية التوزيع تأتي تلبية لتزايد حالات النزوح من الأحياء التي لم تنتهي القوات المسلحة من تطهيرها بعد من الألغام ومخلفات الحرب التي تم زراعتها من قبل التنظيمات الإرهابية التي كانت متحصنة في الأحياء. وقال مساعد مدير بعثة الصليب الأحمر في بنغازي محمد العجوري أنه تم توزيع إلى الآن قرابة 1500 حصة في بلدية شحات وعدد 2006 حصة في داخل درنة وعدد 1000 حصة في البيضة فضلا عن توزيع عدد 200 حصة دفعة أولى ببلدية الأبرق للإسهام في تخفيف الضغوط التي تتعرض لها مواقع النزوح. هذا وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة العمل التي تقوم بها فروع الهلال الأحمر الليبي لتقديم المساعدات لنازحي مدينة درنة جراء حرب تحرير مدينة درنة.